فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن الشخص إذا اقتصر في دعائه في الصلاة على أمور الدنيا أن صلاته باطلة. نعم. هل إذا قال الدعاء الوارد بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير، قال ذاك الدعاء الوارد ثم دعا في أمور الدنيا، فهل تبطل صلاته؟ هذا ما اقتصر على الدنيا، إذا صار دعا الله بأمور الآخرة ثم دعا بأمور دنيا هذا ما اقتصر. المهم إذا اقتصر كل الدعاء الصلاة في أمور الدنيا هذا تبطل صلاته. نعم.